When I arrive here, the first moment, I see a lot of problems. الإسماعيلي كان بيعيش فترة غير جيدة، بس اللعيبة كويسين ومؤهلين وعندهم الدوافع، بس كان عندنا مشكلة في اللياقة البدنية. المشكلة دي كانت هي دي أكبر المشاكل اللي واجهتني في خلال هذه الفترة. أنا استعنت طبعا بالكابتن محمد سعد، ده من أخصائي الرياضيين أو اللياقة البدنية، من مدربين اللياقة البدنية العاليين جدا وصاحب تاريخ كويس ومستوى فني كويس. وكان معايا كابتن أبو طالب العسوي، كلنا كتيم واحد طبعا قدرنا إن احنا نعدي هذه المرحلة الصعبة. وإن طبعا إحنا يعني مش الإسماعيلي مع عمره ما إن هو يهبط أو حاجة، هي كان الإسماعيلي بيمر بمرحلة انعدام وزن طبعا. ومستر رودولفو كان من ضمن الأسماء من طاقم التدريب بتاعي، وإحنا كتيم واحد نجحنا إن إحنا نعدي هذه المرحلة الصعبة. لكن الإسماعيلي عمره ما هيهبط، وإن الإسماعيلي من فرق كبيرة وفرق كويسة جدا في الدوري المصري وصاحب تاريخ عريق، ونجحنا إن إحنا نعدي هذه المرحلة. يعني كانت المشكلة الأساسية اللي كانت بتواجهني هي بس مشكلة اللياقة البدنية، واللعيبة عندهم دوافع وعندهم إمكانيات كويسة، وإحنا الحمد لله قدرنا إن إحنا نعدي هذه المرحلة ونتغلب عليها. My fitness, also me, Agus, Abu Talib, we work so hard and the players give a good answer. Not finish. هو اللعيب ده كويس جدا، وهو طبعا مش جاي للاختبار كما يتردد، واللعيب جاي عشان خاطر هو بس ايه عنده مشكله ان هو ما لعبش لمده سنه. هو كان في نادي نجران السعودي وبعد كده رجع البرازيل وجات فتره الكورونا وكده والكلام ده كله وما التحقش بنادي، فعشان كده بس هي دي كانت المشكله بالنسبه له. لكن هو جه الفتره دي واتدرب معانا واظهر مستوى عالي، وان شاء الله في خلال الساعات الجايه ان شاء الله باذن الله هيوقع مع الفريق. Until now I like so much what I see. طبعا دي صفقات كويسه جدا لحد دلوقتي، انا شايفها ان هي صفقات كويسه. اري باب اللي عنده المهاره ان هو بيسدد من رجلين الاثنين، يعني بيسدد باليمين الايسر والرجل اليمين. لعيب فانتاستيك، لعيب رائع جدا، هيفيد الفريق، بيمتلك مهاره التسديد والمراوغه. احمد مصطفى انا لحد دلوقتي في الفتره اللي هو من ساعه ما وصل فيها وانا شايف ان هو لعيب كويس جدا وبيأدي في التدريبات كويس جدا. عند رضوان الشريف ده لسه واصل حالا، ويعني خلال الساعات القليله اللي فاتت فما لحقتش اشوفه، بس الفيديوهات بتقول ان هو، يعني انا اتفرجت على الفيديوهات بتاعته، الفيديوهات بتقول ان هو لعيب كويس جدا وبيظهر وعنده مهارات كويسه وهيفيد الفريق. لحد دلوقتي انا بقيم، يعني انا اول ما جيت كانت انتاجيه اللاعبين من 3-4 درجات، بعد كده زادت من 5-6، وانا كل يوم يعني بنعمل بيبقى فيه تطور وبيبقى فيه تغير. ان انا عايز اجيب لعيبه يبقى قبل بدايه فتره الاعداد، او قبل سوري قبل فتره بدايه القائمه، قبل ما القائمه الاوليه تحدد هو يوم الاربع، هيبقى اللعيبه اللي هتيجي هتبقى درجات الانتاجيه بتاعتهم من 7 و7.5. No, 7.8. The notes I give for my group. I like to players who work with me because I know them a lot. عمر السولية، عبد الله السعيد. أنا شايف إن عبد الله السعيد وعمر السولية هم من أحسن اللاعبين وبيقدموا مستويات عالية في خلال الفترة القصيرة اللي أنا قعدتها. أهلي also. I see they play the most of the match where I see the good level. The big challenger. This is a fantastic match for us. الإسماعيلي عنده فرصة كبيرة وده تحدي كبير بالنسبة لنا، وأنا بحلم بمواجهة الرجاء. إن شاء الله هيبقى عندنا فترة طويلة للتحضيرات، والمباراة ممكن هتتلعب في يناير أو في فبراير، هو لسه ما تحددش، بس أنا شايف إن ده مواجهة وإن إحنا عندنا فرصة كبيرة إن إحنا نتخطى الرجاء ونوصل لنهائي دوري أبطال العرب. I can promise for my fans for الفريق بس يكمل والصفقات واللعيبه الجديده تيجي والفرقه تكمل. انا هنقاتل ان احنا نوصل لاقصى او احسن مركز لينا، واحنا مش المركز مش هيقل عن المربع الذهبي، او احنا مش اسماعيلي مش هي يعني اقل من المربع الذهبي، مش هننافس، وبس بعد ما الفرقه تكمل ويبقى في تدعيمات للفريق.